اهلا اخت مريم، انت معانا على الهواء. اهلا وسهلا اخت مريم. سلام المسيح معاك يا قسيس. سلام المسيح. خلينا يا قسيس نبقى متفقين ان سبب أزمة المرأة في العالم، بالذات العالم العربي، هي سبب السقوط، هي سببها السقوط، لأن لم يكن هكذا منذ البدء. ربنا خلق من الأول الست والراجل على قدم المساواة، ولما جه خلقها قال أخلق له، أصنع له معينا نظيره، نظيره يعني قده بالظبط. ومساويا له. مظبوط. وهنلاقي ربنا كان مساند للمرأة منذ العهد القديم، من أول آية في الكتاب المقدس لحد الآخر، لأنه هو أمس واليوم إلى الأبد. الخطية سببت تشوه في الحالة الإنسانية، واتقال إن يعني ربنا قال لهم إن ده اللي هيحصل، إن هو يتسيد عليك. فالرجل طول الوقت بيحاول يتسيد على المرأة، طبعا لو ما فيهوش المسيح، لكن لو الشخص اللي فيه المسيح هو عارف إن المرأة قده نظيره، لكن ليها عمل مختلف، كل واحد فيهم لا غنى له عن الآخر. لكن ربنا كان ادى، لما جه في الجسد ادى مثال واضح كيف نعامل المرأة بمعاملته هو. فلما جه صلح حتى الكيان اليهودي نفسه، لأنه كان من معلمين اليهود، كان برضو بيستأسد على المرأة، الست الممسكة، المرأة الممسكة في ذات الفعل. في شريعة موسى، قال لو كان في اتنين مسكوا في ذات الفعل، يعني فعل الخطية الزنا، الاثنين بيرجموا حتى الموت. هم لما جم مسكوا الست دي في ذات الفعل استأسدوا عليها، لأن هي الطرف الضعيف، سابوا الطرف القوي يهرب. فلما جابوه قدام المسيح وقالوا له هنعمل فيها إيه، المسيح شاف إن القضية مش مكتملة الأركان، وعارف إنها مش مكتملة الأركان لأجل المرض اللي في نفوسهم، إزاي نحط اللوم على المرأة لوحدها. فما قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها بحجر أولا. وقال طبعا كل واحد فيهم مشي، لأن شاف نفسه في مراية المسيح، عارف أنه كلهم خاطي. ولما مشي قال لها أما دانك أحد ولا أنا أيضا أدينك، قال له لما قالت له لا يا سيد. فده هو ده المسيح. المسيح كمان أنصف المرأة، لما معلقش عليها أخطاء المجتمع زي عادة النساء. دلوقتي بتشوفهم يقولك الست البسي كذا البسي كذا، ما تبينيش حاجة منك لحسن، الرجل مش قادر يمسك نفسه من الشهوة. المسيح قال إيه؟ إن أعصرتك عينك فاقلعها، لأن أصل الخطية مش من الخارج، أصل الخطية من داخل الشخص. ما قالش من للست القلب تخرج البسي. الأفكار النجسة. مظبوط. المسيح كان تلامذته كان في ستات وكان في رجالة، ويخدمونه بأموالهن، والمسيح كان متضع كفاية أن يقبل كده. المسيح كان وقف جنب المرأة ساكبة الطيب، لما الفريسي ده اللي هو مفروض من أعلى درجات المؤمنين في اليهودية، وبصلها بصة محتقرة، لأنها بالنسبة له دي مرأة وبالنسبة له خاطئة. لكن المسيح وقف جنبها وقال له أن دي أعظم منك، لأنها أحبت كثيرا هيغفر لها كثيرا. إعلان ربنا كان بكل وضوح في إنصاف المرأة لما المسيح اتسأل عن الطلاق وقال لهم لم يكن هكذا منذ البدء، أنا سمحت لموسى يشرع لكم الطلاق عشان قسوتكم تجاه المرأة. احترم مشاعر المرأة، احترم تاريخ المرأة، زي ما وقف مع السامرية مع إنها كانت مرذولة من 5 رجال، واحترمها وفضل وراها لحد ما شعرها بمحبته فذهبت، وكانت أول كارثة في التاريخ، دخلت وكرزت لكل القرية بتاعتها وجابتهم كلها للمسيح. هنقول أكتر إيه من إن هو اتخذ المطوبة العذراء مريم بوابته لدخول العالم. نقول إيه؟ لأنه ما كانش ياخد الدي إن إيه بتاعت البشرية، لأنه هو بلا خطية. أول واحدة مدح المرأة الكنعانية لما قال لم أجد إيمان في كل إسرائيل مثل إيمان هذه المرأة. المسيح كان هو حتى في العهد القديم ظهر للنساء كما ظهر للرجال، كأقنوم للكنبة، زي ما ظهر لهاجر، ظهر لحنة أم صموئيل، ظهر لأم شمشون. المسيح، ودي بقى بقول عليها إن أهم حاجة، هي دي كانت عربون المحبة لما عرفت المسيح. لما أول مرة قريت قصة بنات سرحفاض واكتشفت إن المسيح أرسى لمبدأ المساواة في الميراث،
ما فيش حاجة اسمها عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر والأنثى يرثون مثل بعض بالظبط. فحتى لو كان البشر ظلموا المرأة، المسيح له كل المجد والإكرام، هو اللي رجع لها مكانتها. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أنت افتقدتني ورفعت راسي، أنت مجدي ورافع رأسي، لأن هو فعلا أثبت لي بكل الطرق إن هو كان نصير ليا، وإن أنا كان عندي حق من وأنا صغيرة، لما عرفت إن ربنا مستحيل يكون بيحب راجل أكتر مني لمجرد إن أنا اتخلقت أنثى. لا، أنا مخلوقة على صورته ومثاله. هو قال كده، قال كده على آدم وقال كده عليا، ليه كل المجد في الكنيسة وفي العالم. آمين. آمين 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 أخت مريم. أنا وطبعا أنت بتتكلمي من واقع الاختبار، أنت بتتكلمي كعابرة وعم تعملي المقارنة، يعني إيه المسيح عمل في حياتك وهذا اختبارك أنت، إنه كيف المسيح رفع من قيمتك وأعطاك أهمية قصوى أو أهمية عظمى. مظبوط صح، لأن أنا في الإسلام أنا ما شفتش كده، أنا شفت إن معظم أهل النار من النساء، لكن المسيح في الكتاب المقدس قال لا، ليس بعد يهودي ولا يوناني ولا ذكر ولا أنثى، لأن أنا واحد في المسيح. هو ده اللي ميك سنس، هو ده اللوجيك، لأن الإله اللي خلق مش هيكره خليقته. فأنا بصلي بكل قلبي إن كل النساء اليوم تقعد وتفكر، هل طبيعي إن الإله اللي خلقك يخلقك ويحط عليكي زي غلطة إن أنت مخلوقة أنثى، فيشيل منك كل المميزات في الدنيا، وكمان في اليوم الأخير تبقى أنت تلات أرباع أهل النار؟ هل ده عدل؟ أكيد مش لا عدل. طبعا فكري مش وصلي. عدل طبعا، بالعكس بالعكس. وأنا بشكرك كتير أخت مريم على هذه ربي يباركك يا رب. المداخلة، ربنا يباركك وربنا يحميك وربنا يستخدمك أيضا.